الكرام. نعم، انا بالنسبه لينا اسانا التصرف مع القضيه. هنا نقول كي نخرجوا من عقليه كجزائريين، نخرج من عقليه النيف والخساره وندخلوا في عقليه ايجابيه ونقولوا النيف والربح. والقانون تاع الماده 7 هنا يطبق، ما يطبقش قبل، لانني لا استطيع الحديث عن الماده 7 الا بعد ما نروح للطاس، وما نقدرش نتحدث عليها وعلى تطبيقها وانا في نزاع. الاعتراف خاطئ، ما قمناش بالواجب من بدايه البطوله، وتركنا البطوله لعبت حتى جاتنا نهضه بركان للجزائر باش نطرح المشكل. انا نقدم ونقول للجمارك ونقول للشباب، وزير الشباب والرياضه، ان يدخل على مستوى الحكومه، واتعهد كفيدراليه واتعهد كاتحاد عاصمه انه هذا التريكو ما يلعبوش به وما يتلبش وما يدخلش للستاد ونربحوا الماتش. لا، لانه الارتيكل 7 ها واش يقول؟ يقول باللي الفريق هذا لازم يجيب دو توني، وانا من حقي كدوله وكفيدراليه انني احترز على الخريطه، واقول انها مش نقول لها ابعاد سياسيه، انا ارفضها. والماده 7 واش تقول؟ تقول باللي لازم تجيب تريكو سون بيبليسيتي. اعطيني تريكو سون بيبليسيتي العب به، ما تلعبش به احنا اللي نربح الماتش، وانا على بالي ثمك ماهوش كان راح يدخل، باسكو راح هو اللي راح يتعنت، وإحنا نقصي تاع نهضة بركان، وإحنا نروحوا للنهائي ونربح الزمالك ونروحوا زاهيين. واضح شيخ، والله العظيم بصراحة، والله يا شيخ لا جاوبني برك، قدرك عالي ونحترمك، وأنا نسحرك راك أكوتي دلا بلاك كيما أنت. أنا نسأل لك علاش راك أكوتي دلا بلاك أكوتي دلا بلاك كيما أنت. أنا نسأل لك علاش راك أكوتي دلا بلاك. قول لي علاش. نقول لك علاش. شوف 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 أنا بلا ما تجاوب أنا قريت لك، وتعرف بلي انا نقرا الجرائد ونقرا جريدتكم ونسمع لك. انا بالنسبه لي الشيء اللي كنت تهضر فيه تذكر فيه في القوانين، انت الشيء اللي ما حبيتش تفهمه، انه كاين قضيتين، كاينه قضيه يسموها كاف وكاينه قضيه يسموها بركان. بركان انا نقولها لك، الكاف الطاس تقول باللي البركان غير ماهوش طرف في الموضوع، ماهوش طرف. الكاف هي المعنيه. اليوم انا نقدر نديسكوتيو سو كو تي راكونتي ابروبو دو كاف على ريونيون اللي دارت بين سادي وموتسيبي، وانا نبرهن لك باللي كلها قاطعه وما يقدرش يقولها موتسيبي، ومستحيل. انت شوف راك تهضر، شوف اليوم تهضر بخلفيه، لانه فيها نعم فيها بوزنات وفيها ولي صار. لا حاشا بصراحه، دوك تهضر بصراحه حاشا سمعت حاشا. لا شيخ لا لا ما تشخش، ماشي مشكل، ما تشخش، خليني نتكلم. قلت لي عندي خلفيه، قلت لك خليني نتكلم، عندي خلفيه ندير بوزنات وبوزنات. لا خليني نتكلم وعلى بالي الخلفيه. دوك كي قلت لك راك اكوتي، رديت لي طاكو طاك اكوتي، انا بيك انا رفيق واحد ماشي اكوتي، انا نثبت لك بالدليل الحجه وخليني نتكلم. خليني نتكلم، خليني نتكلم، باسكو انت تهضر، نحترمك شيخ، بصح كي نقول لك غلط تزعف زعما ما زعفتش. انا نهضر بالحجه، انا نفهمك حاجه، انا نفهمك حاجه. شنو اللي راك زعفان؟ انا مانيش زعفان، خليني نتكلم. باسكو انت كي قلت لك راك اكوتي زعما ما عجبكش الحال. نو مانيش اكوتي، دوك نتكلم، معليش نتكلم على هذه. كي قلت لك ماما تسيب تقول لي ما صراتش، انا نقول لك صرات، انا ما كنتش موتا بك الشمه، بصح انا نقول لك صرات، لانه تعرف بلي نادي البوزات خويا وما يكذبش علي وعلى بالي وصرا. فيرون واش قال؟ حرجوا لتما صادي تكلموا اونطروت على لو مايو، يقول لك تكلموا اونطروت على لو مايو. قال له كيفاش انتوما باسكو صافي بوم تما صحاب لاكاف جاو قال ما عندكم الحق، الخدامين تما صافي بوم كبير تما بلي لاكاف داس القوانين. فيرون واش قال؟ شلون نذير؟ نعم؟ شلون نذير؟ اي شلون نذير؟ اي باش نعرفوا موسيبي. اي بيان سور باش نعرفوا، انا ما كانش عندي هذا الاحساس. ايه شنو ندير؟ ايه شنو ندير؟ ايه قال له هضر معاه، هضروا معاه وقالوا له كيفاش قضيه اتحاد الجزائر اليوم اللي فاليديتو مايو ضد قوانين تاع لاكاف، وكل القوانين لو ريغلمون تاع ليكيبمون تاع لا فيفا ترفض، لارتيكل 50 لا شات اولمبيك ترفض، قانون بورد لارتيكل 4.5 يرفض، القانون تاع ليكيبمون تاع لاكاف ارتيكل 59 يرفض، كيفاش فاليديتوه؟ فيرون دار ليه موتسيبي، قال له دير بوان دو سيتياسيون بيان كو كان على باله. فيرون كيسكي لا دي لا فراز هذيك اللي مهمه جدا، قال لهم نو حنا كي هضرنا لهم فيربالمون من بعد كي انتم حتى جيتوا قالوا لنا ما انتبهناش للخريطه، حنا درنا لهم مايونات ما كانش الشاي هذاك تاع لابيب تاع لاتي، بصح ما انتبهوش فيربالمون قال لهم. اوكي فيربالمون قال لهم، قالوا لهم بصح علاش كملتوا؟
ما صابوش اون ريبونس، علاش كملتوا في يعني تقنعني باللي موتسيبيني تي با او كورون دوبي لو 16 دوبي مانيش اسمعني برك خليني يا اخي كمل دوبي لو 16 على دات دو لا ريونيون دو بانكوك اونتر سادي نادير بوزناد فيرون وموتسيبي موتسيبيني تي با او كورون مانيش نقول لك خليني نجاوب في هذا السؤال الجزئيه تاع اللي راك روحت لها لان انا قلت لك قريت الارتيكل علاش نقول لك انا il ne peut pas موتسيبي ne peut pas dire des choses pareilles il ne peut pas se désavouer il ne peut pas il se désavoue انا جي لي في انا عندي لي في عاقبني ونحالي ودارني وعملي ومن بعد جات لي اشاك فوا تهضر انت دولار انا ما قلت ما كنتش تما انت حبيت تعدل انت ما كنتش ولا ما كنتش انا اللي قلت لك لا سورس تاعي انا قلت انت ما عندك حتى سورس شيخ نو انا عندي راك تتخيل يا شيخ يا شيخ عندي يا شيخ رجاء يا شيخ رجاء عندي انت شوف تتكلم شوف شيخ تتكلم يا شيخ رجاء انت تتكلم بخلفيه وعلى بالي الخلفيه تاعك واشاك فوا تعطيني راي ما عنده حتى علاقه انا نقول لك وكانكم مراركه راكم تطلع في دراسة جسمه بوكو ما عندي اوكي انت اسمح لي شيخ ما عندي اوكي انت شيخ ما عندي اوكي انتيري انت اليوم باش نافونسي في الحكايه انت تحبس لا ما كاش تسمى يكذب ابي يكذبوا لي ساجيري اللي كانوا تما شنو يكذبوا اسكو نادير ولا غادي يكذبوا يقولوا هيك في نفسي يكذب يكتبوا نفسي في انفورمال يقولوا هيك ليك انت برك في يقول غير الوالد في انفورمال في انفورمال في انفورمال انت اجوردي في بابلي بتقول لنا ندير لي سي با بو دي سي با بوسيبل شير زيد انت انت عندك مشكل نقول لك حاجه المشكل تاع لي زالجيريا كامل عندكم مشكل مع نجاح بوزناد ونجاح صادي حكموا لها طلعوا لو نيفو طلعوا لو نيفو مع عندكم خلفيه عندكم خلفيه اتكذب في حاجه عندك خلفيه تاجيه خلي دابا باش نافونسي باش نقول انت اشك فوا زعما عندك راي مخالف انت عندك راي مخالف ما تشكش في موسي انا ما قلتش ما نشكش في موسي خلينا انا نقول لك ما كنتوش تشكوا كي كان جمال بالماضي يشكي قلت يبرر في فاش هذه كنت يبرر في جمال بالماضي شيخ العمال يا خلينا شيخ لا ستوم بي لا ستوم شك فوا شوف انت شيخ تسعى الله عليك يا شيخ تسعى الله عليك انت ماشي لوجيك يا شيخ ماشي لوجيك انت عندك خلفيه انا انت اللي ما تحيرني شيخ مش محيرني عندي خلفيه انتوا قاعدين انتوا انا نعطي لك ا بلس بي واش داخله في دراسه ا بلس بي ملي سلكوا انا جيري سيت ناس بي يا شيخ ما تهدليش انت رئيس على البرج سلك البرج شيخ برك هاكو فكرتي الديفيزيون تاعك سلك البرج بعد سي فاسيل دو باغلي سي فاسيل دو كريتيكي لي ماروكا شيخ لي ماروكا ماشي دير كما دير انت لي ماروكا ما دارش درت انت عاونتو مي سي با بوسيبل مي سي با بوسيبل تحية متجددة مش نودة المصري باش في على عجالة نعطيك الحاجة بالإثبات يعني الإثباتات كاينين ودي سمدوا الدوسي تاعهم لوطاس بناء على لا كورسبوندونس اللي بعتها الأمين العام بوزناد للعماد شنودة على جالي مايو وقال له في لارينو تكنيك بالغي رفضت لا كوميسيون تاع الكلوب قبل لي مايو هو وداروا له كورسبوندونس اوفيسيال قالوا بناء على لارينو تكنيك اللي قبلت لي مايو اللي جابوهم لي سما بيان سور باسكو لو تروازيام مايو ما جابوش نادر هما في الخارطه هامليك واش نديروا بلي مايو قال لهم افيك يعني ان كورسبوندونس باينه في الميل وموجوده وليش ما داوها للطاس يعني صحاب لي سما قال ما عطاو الكورديناتور جينيرال مادي ديالو مادي ديالو هذا كلش الاشياء هذه موثقه هذه كاينه موثقه صافي دير حرجوا به عماد شنوده اللي بدل رايو 24 اور من بعد جوستومون سي بور سيت ريزون اليوم لوشما كي دخلوا للتيرا ما كانش عندهم في لانهم عندهم الاثبات اليوم باللي عماد شنوده قبلوا بصح عماد شنوده من بعد كي صرا له ضغوطات من بعد قال لهم لا لازم تلعبوا لازم يلعبوا بالمايو تاع باسكو لا بريمير كورسبوندونس الى ايتي فاليدي بار لا كوميسيون سكوندو باسكو جاه ميل انه يقول لهم لازم يلعبوا به من بعد راحوا بالوثيقه هذيك من بعد الخبر اللي درناه من قبل وكونفيرماه موتسيبي اللي كانت من الوالد ونادر بوزناد الوالد صادي نادر بوزناد انه لا فيفا كما قالنا رجراج هنايا لافوكات هذا رجراج لا فيفا طلبت من لاكاف تسقم لو ريغليمون تاع ليكيبمون تاعها وترجعوا يتوافق مع ريغليمون ليكيبمون تاع لا فيفا الماده 10 البند 3 الفقره 6 اللي واضح وضوح الشمس يقول لك لي رومون ديكوراتيف ne peut pas représenter une image ou l'identité d'une personne la forme d'un pays ou d'un territoire ou en donner l'impression c'est ma واضح القانون تاع لا فيفا كل هذه الاشياء صارت والوشاني نقول انا اليوم راح تكتشفوه من بعد بلي لو ريغليمون يعني موديفي والاشياء هذه
نقدروا يعني كاين اللي اكدوها، كاين كثير اللي اكدوها اللي كانوا حاضرين في لاكاف، كانوا شحال 211 بيي، كانت مام معمر ابراهيمي رحمه مع لا باليستين. الاشياء هذيك ممكن نتاكدوا منها، مام الناس اللي كانوا في لاكاف هضروا عليها. او نيفو دي طاس كي نروحوا للطاس، احنا رحنا للطاس، اون فوا فوا لو ريزولتا تاع دراسه تاع للطاس، شكون يربح لا فيدراسيون دو فوتبول ولا الطرف المغربي. في كل الحالات، اون اتوندونس اليوم نتيريو على الناس اللي ناجحين او على الاقل عندهم النيه انهم ينجحوا ورايحين بعيد بارابور واش كان صاري على الاقل في السبع سنوات الاخيره. عندنا حنا لي جازيا هذه الرغبه، ما نشوفوش لا موتي بلان دو فير، نروحوا لا موتي فيد ونبداو نتيريو على الناس. هذه الحقيقه تاعنا. انا نقدر نجادلك في 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 معلومه، ما نجادلكش مثلا في راي، ولكن المعلومه لو انت تكون متاكد منها وانا ما عندي حتى يعني كونيكسيون ونسين نسقط واش هو يسي، على الاقل نسكت. انا ما عنديش المعلومه والله العظيم، نسكت وما نتكلمش. صافي دير كاين خلفيه، اي سي بور سيت ريزون لي زالجيريا عمرهم ما ينجحوا، لانه كاين الخلفيه انك انت تنتقم لواحد لانه نجح. خلينا نكمل بقيه الموضوع، بقات خمس دقائق فقط على نهايه عمري هذا البرنامج. امين نسمعوا لك ما اخيره، ومشكور جدا على تلبيتك الدعوه. والله بغيت ملاحظه برك، يعني شوف زمانك ونهضه بركان النهائي، نهضه بركان خسرت 1-0، جماعه نهضه بركان اعتدوا على الحاكم، اعتداءات جسديه امور، والكاف تهدد الزمالك شعبا جمهورا ومسؤولين ولاعبين واداره بالمعاقبه. هذا يعطينا واحد النظره على اختطاف الكاف اللي عندنا سنين وحنا نتكلموا عليه. السيد اللي راه نافذ شروط النفوذ من قبل ما زالها فاعله. وانا نزيدك ابعد من كذا، باسكو حنا نتكلموا على الجزائر ونتكلموا عليه. هذا السيد راه يبريباري في لقجع باش يولي هو رئيس الكاف. والسلام عليكم.